قال السيد رئيس الحكومة أننا أشرفنا اليوم على نهاية سنة 2018 ومقبلين على سنة جديدة، سنة 2019، وهي سنة شهدت ديناميكية كبيرة. ووجه التحية بالمناسبة إلى المغاربة الذين تألقوا وشرفوا بلدهم على العديد من المستويات، من أطفال وشباب ورجال ونساء، باحثين ونخب، مما يعكس النبوغ المغربي ويعكس التميز الذي عرفه ويعرفه الشعب المغربي من كد واجتهاد وعمل متواصل. وهنأ الجميع بما حققوه في هذه السنة من نجاحات ومن تميز على المستوى الإقليمي أو العربي أو الإسلامي أو الدولي، وأنه فضل أن لا يذكر اسما أو ميدانا، لأن النجاحات التي تحققت شملت العديد من المجالات وأكدت ما تحدث عنه وما يعرفه الكثيرون من نبوغ مغربي. علينا أن نعمل على أن يتواصل ويستمر. على الصعيد الحكومي، أبرز السيد رئيس الحكومة أن هنالك أوراش فتحت، وعدد منها أوراش انطلقت برعاية مباشرة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذكر في هذا الصدد كل من ميثاق اللاتمركز الإداري، مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، مشروع قانون الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار، وغيرها من النصوص التشريعية التي أحيلت على البرلمان. ليبرز السيد رئيس الحكومة أن هذه السنة على المستوى الاجتماعي شهدت مبادرات مهمة مؤثرة على عيش ملايين من المغاربة، وعلى رأس هذه المبادرات المجهود المرتبط بتوسيع التغطية الاجتماعية، مبرزا أن هنالك حاجيات وتحديات اجتماعية ليست بالسهلة مطروحة علينا، وهنالك وعي بها، وأن العمل من أجل معالجة هذه التحديات والاستجابة لهذه الحاجيات الاجتماعية عمل متواصل من أجل الوفاء والاستجابة للانتظارات المشروعة والملحة. وأبرز في هذا الصدد أن هنالك عمل من أجل إعطاء دفعة كبيرة لمنظومة الحماية الاجتماعية، وأنه حاليا هنالك إعداد لمشروع قانون خاص بالسجل الاجتماعي الموحد، والذي سيمكن من التوجه إلى الفئات الفقيرة والهشة من أجل دعمها، فضلا عن البرامج الخاصة والمنطلقة والتي نعمل على توسيعها وتعزيز الميزانيات والموارد المخصصة لها سنة بعد أخرى، محيلا على كل من البرنامج الخاص بدعم الأرامل في وضعية هشاشة ودعم المطلقات، والذي شهد في سنة 2018 توسيعه ليشمل أيضا الأمهات المعوزات من والمهملات، كما أشار إلى المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تنظم لأول مرة وستصبح سنوية وستتوسع أكثر، حيث أن عدد المناصب سيتضاعف السنة المقبلة دون الإضرار بالحق المتمثل في نسبة 7% من المناصب المقررة في إطار قانون المالية. وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز السيد رئيس الحكومة أن هنالك تحسنا في المؤشرات الاقتصادية، وذلك في محيط دولي صعب، مقدما كمؤشر على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية، والتي ارتفعت قيمتها ب 41% مقارنة مع السنة الماضية أي 2017. وخصص بالمناسبة كلمة للوضعية الأمنية،
حيث أشاد بدور الجهات الأمنية مختلف أجهزتها ومؤسساتها بدورها الرائد في حفظ الأمن والاستقرار ببلدنا، والذي لا تشوش عليه أحداث إجرامية وإرهابية. ففي ظرف سنتين تمكنت أجهزة الأمن ببلدنا من تفكيك 20 خلية إرهابية، ليبرز أن هذا الرقم يعكس حجم المجهود الذي بذل والذي مكن بلدنا من النجاة من مخططات كانت تستهدف أمنه واستقراره. وأبرز أن العمل متواصل على حفظ أمن واستقرار بلدنا ليبقى المغرب كما كان بلدا آمنا مستقرا بقيادة جلالة الملك حفظه الله وبانخراط الجميع.